ويانا ساره فرح من جامعه عمان. اول سؤال، شو رايكم في اجواء المنتدى؟ الاجواء حلوه كثير وفيها تفاعل وحوارات كانت كثير حلوه. والله كثير حبيت المنتدى انا، يعني انا صار لي امبارح مثلا جيت، واليوم انا كمان كثير حبيت، تحمست اني اجي اليوم كمان، وحبيت كثير الاجواء وكانت كثير حلوه وهيك مفعمه بالحيويه يعني والنشاط. حضرتوا اي من الليكتشرز اللي كانت البارحه؟ حضرناها كلها تقريبا. وشو رايكم باختيار السبيكرز، اختيار المواضيع؟ لا المواضيع كانت كثير يعني اصلا هي لازم تطرح، لازم على يعني مثل موضوع مثلا الربيع العربي والاشياء هاي كثير مهمه كانت، وصراحه كثير حلوه، خصوصا اليوم مثلا كثير انا حبيت الموضوع اللي انطرح بالندوه الثانيه، فكانت كثير حلوه. المواضيع كانت كثير شيخه وكان فيها كثير تفاعل، كان كثير حلو الوضع. وهاي اول سنه تحضرون المنتدى؟ بالنسبه لي والله هي اول سنه لي، بما انه انا اول سمستر اصلا، ف يعني هي اول سنه لي، فكتير انبسطت وكتير كنت اصلا كنت متحمسه اني اجي يعني، فحبيت الحمد لله يعني. كمان نفس الشيء، انا اول سنه وبس كتير حلو يعني، حتى كنا متوقعين مش لهالدرجه يكون حلو، بس لا كان فوق توقعاتنا الحمد لله. وان شاء الله مو باخر مره. شوف اشكري حبايبي.